ليتنا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، ليتنا على مسار محمد صلى الله عليه وسلم. يا سادة، نحن نفتقر لتعليم السنة بجمالها. دائما ناتي سبايا جواري، أخذنا حاربنا قتلنا دمرنا سفكنا، ولا ننظر لهذا الجانب المشرق، وكل السيرة مشرقة. لهذا نحتاج أن ندرس، نحتاج أن نتعلم ونعلم، ونقول دائما الثقة تجارة، اقتصاد، عنصر مبادلة بينك وبين أمامك، من أمامك. لهذا يا سيدي تعلموا دائما، تعلموا أن على حسب ما تربي بثقة وتزرع الثقة يرتاح الضمير وتجني الثقة.